هاي جايز، ان شاء الله اليوم بتكلم عن الميك اب برشز. كل اللي بتكلم عنه فرش انا استخدمهم كل يوم ما استغنى عنهم. ما راح اتكلم عن فرشه انا ما احبها وما اعرف شلون استخدمها. كل فرشه بقول اسمها وطريقه استخدامها اللي اشوفها مناسب بالنسبه لي. يمكن عندكم نفس الفرش تستخدمونها بطريقه ثانيه، totally fine، بس هذه الطريقه اللي انا اشوفها مناسبه حقي، وان شاء الله تستفيدون. واللي حاب يشوف الفرش طبعا الفرش كل واحد يستخدم اشياء اللي تريحه وتناسب وجهه ويحس ان هي تسوي الشغل اللي هو يبي. انا بالنسبه لي فرش الوجه وايد تختلف من شخص لشخص، بس فرش ملوت العين لا، هذه وظيفتها كذي، هذه وظيفتها كذي. حق فرش الوجه انا استخدم حق الفونديشن وايد، يعني اشياء وايد مختلفه. حلو، كل فونديشن فرشة غير تنفع معاه. يعني مرة أنا كنت رايحة سيفورا فسألتهم شنو في فونديشن عندكم فول كفرج، حطت لي اياه، طلعت وياه بالمنظرة ما عجبني. كانت تقول لي لحظة دقيقة، كانت حطتها فرشة نفس كذي، زين نفس هذه، بعدين كانت تحط لي اياه فرشة نفس هذه صار ينن. فلا تستغربون إذا في فونديشن عندكم ما عجبكم وايد، يمكن أنت حطيتها ببيوتي بلندر، يمكن حطيتها فرشة كذي، فيختلف. أكثر شيء أنا أستخدمه حق فونديشن مالي هذول الفرشتين، هذه من ريل تكنيك البافينج برش اسمها، وهذه من مورفي جي 6. شذي صار شكلهم، ان شاء الله يصير فوكس سريع. هذه احسها يعني تشوفها وايد لينه، وايد يعني كثيفه الى حد ما، بس مو اكثف من هذه. هذه حيل كثيفه، هذه احسها ما تاخذ فونديشن وايد، هذه شويه تاخذ، بس المهم اثنيناتهم احبهم واستخدمهم حق الفونديشن. حق الكونتور يعني انا اتوقع ماكو بنتين يتفقون على فرشه واحده، ما شاء الله كل واحده عندها فرشتها الخاصه وطريقتها الخاصه. بالنسبه لي انا استخدم هذولي ايا كان اي ماركه، هذا الشكل اللي انا استخدمه. احيانا عندي ثنتين بالضبط نفس الشكل، هذه من الف اسمها سمول تيبرد برش، وهذه من ريل تكنيك اسمها كونتور برش. هذه اسوي فيها كونتور، هذه احط فيها بلاش. في ادري وايد يعني البلاش عاده الناس تستخدم شيء كذي كبير او شيء كذي، انا احب البلاش احطه مكان معين مركز فاستخدم فيها الفرشه. فشفته وكل واحده عندها استخدام خاص بالفرشه. شوفوا مرات في ايام ما اسوي فيهم كونتور، يعني بس كذا بحط برونزر، كذي احط برونزر، هذه تينن. حق تبين يوم سريع تاخذين البرونزر تحطين تسوين فيها كذي بس خلاص تملي وجهك تينن. وشوفوا لو تلاحظون اوكي الحين هذا الشيء شكلها زين كبيره، بس من عجب صايره ضعيفه. هذه هم من الف اسمها كومبلكشن برش، وايد حلوه احبها حيل، واحس يعني تستخدمونها حق اكثر من شيء، حتى لو تبون تحطون كومباك على كل وجهكم كل وجهكم ينفع. هذه بصراحه شنو اسمها؟ دائما انا اقول كذي اسمها مالتي تاسك، وانا صدق اقولها عنها مالتي تاسك. هذه استخدمها احس ضروري تكون عندي، لانه يعني مرات ابي احط ايش يسمونه سيتنج باودر على كل وجهي، ابي مثلا كتلت حطيت مثلا برونزر وايد وابي فرشه نظيفه، ضروري تكون يمي فرشه نظيفه امسح فيها. هذه استخدمها انظف كل شيء ادمج كل شيء، وايد حلوه. هذه من ريل تكنيك. حلو، حق السيتنج باودر تحت العين والمناطق اللي تستخدمون فيها السيتنج باودر مثبت، انا استخدم هذه واحدة ماكو غيرها عشان لا اشتتكم. هذه من سيجما اسمها تيبرد هايلايتر، يعني هذه استخدامها المفروض هايلايتر، بس انا استخدم حق هايلايتر احبها لانها ضعيفة، فاذا بسوي حق يعني بحط بالضبط هني اسوي كذي تاخذ المكان بالضبط وبعدين انشره مثل ما ابي، يعني احسها تاخذ الاماكن نظيفة ومرتبة. وايد 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 احبها. يمكن هذه تكون شوية برايسي، شوية من صوت يعني شوية تكون أغلى. البديل عنها هذه، هذه وايد هم أحبها، صايرة كذي شكلها، وهم من على الجنب شوفوا وايد ضعيفة. هذه من ألف، يعني وايد سعرها جدا مناسب، اسمها بلاش برش، هم هذه تينن شوفوا بالضبط تاخذ المكان. اسمها سيتنج برش صح؟ اي سيتنج برش من ريل تكنيك. هذه المفروض اني احط فيها السيتنج وكل شيء تينن، هذه اختي وايد تستخدمها حق سيتنج برش. بالنسبه لي انا هذه احط فيها الهايلايت، هايلايت تاخذ المكان الصح وتمام. الهايلايتر ما ينفع له تكون فرشه شويه
ناعمه، يبي له شيء في يعني. شوفوا هذه، خل بس اشرح لكم اياها بالضبط ان شاء الله يصير فوكس. اوكي، هذه لو تشوفون من هني الشعر مبلش من هني، من هني يبلش، فلو تحطينها يبي لها شيء شويه خشن عشان يمسك الهايلايتر ويحطه. اذا جربتوا فرشه ناعمه راح تقولون اوه ليش احنا ما نشوف بالفيديوهات يطلع صارخ وبيهنا ما يطلع كذي، فهذه تينن حق الهايلايتر. وطبعا يعني البيوتي بلندر، هاي البيوتي بلندر يعني عادي تكون هي الوحيده اللي انا استخدمها حق وجهي كله. اتوقع ماس لازم كل بنت يكون عندها بيوتي بلندر، وانا احب ماتريت تكنيك بصراحه، وايد احبها لان قصتها حلوه وملمسها شويه غير. الحين ننتقل حق فرش العين. فرش العين انا بالنسبه لي في كم فرشه لازم تكون عندكم اساسي اذا تبون تحطون مكياج، وصدق يغير بالمكياج. مرات تعانون اوه والله اللون ما يندمج ما ادري شنو ما يصير، ترى الفرش تلعب دور كبير بالمكياج. ببلش اول شيء بالبلندنج برش اللي هما هذولي. حلو، هذولي بلندنج برش، وصدق هذولي بلندنج برش. انا عندي ثلاثه، خل ارتبهم. عندي هذه ضعيفه وايد، هذه امتن شويه، وهذه وايد متينه. كل ما حجم الشعر كبر كل ما اللون وزعته اكثر. هذه قاعده اخذوها على اي فرشه. حلو، نفس فرش الوجه. شوفوا هذه متينه راح توزع اكثر، هذه صغيره راح تعطيك مكان معين. نفس الشيء حق العين. فاللي مثلا عيونها مبطنه ودائما تقول كل ما ابي اركز اللون مكان واحد ما يصير، يمكن لانك قاعد تستخدمين شيء هالكبر، فلما تحطينه على جفنك يروح كل مكان. جربي غيري الفرشه، اخذي بلندنج برش نفسها بس تكون اضعف. ابي اوريكم بس فرق الحجم، اخذي اضعف راح تتركز بمكان واحد. بلندنج لازم تحتاجونه بحياتكم، تبون تسوون بلندنج هني، تبون تسوون دائره، تبون مسحوب، تسوي كل الشغل. الثلاثه اللي انا عندي اياهم، اصغر وحده من سيجما اللي اسمها E40، هذه هي اصغر وحده. حلو، ثاني وحده استخدمها من مورفي MB23، هذه اللي اكبر منها بشوي، والكبيره حيل. هذه انا دائما استخدمها حق مثلا البيس كلر، اللون الاساسي اللي ابي اوزعه يعني من اول العين لاخر العين. هذه هم من مورفي G17، هذه هي هذه اكبر وحده. شلون ما عندكم اياها؟ هذا اللي بوصل له. هذه لازم تكون موجوده عند الكل. هم هذه بلندنج برش، بس هذه مو صايره دائريه نفسهم كلهم، صايره يعني شيء بالعرض شويه. الحين حوريكم، شوفوا كذي صار شكلها، ومن على الجنب شوفوا كذا ضعيفه. هذه مفيده حق كل شيء، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء، يعني عادي هذه تاخذ مكان احس هونت ما بقول، بس المهم احسها مرات تاخذ مكان هذولي. هذه اكثر شيء انا استخدمها، شفتوا شلون انا مسويه من هني لهني؟ قاعد تشوفون هذا الشادو، اخذت هذه حطيت الشادو كذي. حلو، خلصنا. ابي اغمج الشادو بس ما ابي اغير اماكن ولا شيء، وابي بالضبط نفس السحبه. تستخدمون هذه تحطونها كذي وتسوون تينن تينن تينن. الحين راح انتقل حق البنسل برش. البنسل برش اسمهم بنسل يعني وايد اضعاف، كل ما ضعفت الفرشه ركزتي المكان بالضبط. اوكي، شوفوا هذول الثنتين، هذول الثنتين اللي هني هذول الضعاف حيل، هذول بنسل برش. هذولي مو بنسل برش بس انا حطيتهم من نفس الصنف لان بصراحه استخدمهم دائما مع بعض. هذه من مورفي اسمها M507، صايره كذي وايد ضعيفه من فوق. حلو، هذه دائما استخدمها حق ابي اسوي خط. شفتوا الكات كريس اللي يكون مثلا الشادو فوق مرسوم عدل وهني اللون ويكون نظيف؟ هذه بالضبط تعطيك هني، شفتوا هني الكسره تبين بس لون بالكسره بالضبط رايح راد، هذه تينن. وهذه نفسها انا استخدمها حق كونتور خشمي لان تشوفون الراس مالها وايد مبوز، فاخذ اللون وارسم كذي، وعقب ما اخلص من الرسم افرشها واسوي شي 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 افرش اللون. هم هذه حلوه حق الكونتور مال الخشم، باودر كونتور مو الكريمي. الثانيه هذه، هذه شوية كثيفة أكثف من هذه، هذه من سيجما اسمها E30، بس هذا الفرق إن هي أكثف من هذه. هذه استخدامها بعدهم حلو، إن أحط هني بمدمع العين، مرات أستخدمها حق تحت العين، يعني هذولي أستخدم حق أكثر من استخدام، ما في استخدام واحد حقهم. حلو، بس مفيدين
ولازم يكونون عندي. آخر مجموعة بتكلم فيها حق العين. هذولي مهمين بس ما أدري أي صنف أحطهم صراحة. هذه أستخدمها أنا حق هذه أول واحدة. أستخدمها حق تحت العين. أي آي شادو تحت العين بس مو يكون ضعيف، إذا بس أبي أحط شذي آي شادو تحت العين هذه نمبر 1. كثافتها تينن وايد 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 أحبها، من سيجما E55. وهذه صايرة شذي عوية بصراحة، ما أدري من وين وما أدري شنو اسمها، وما عليها رقم ما عليها ولا شيء. إذا بسوي خط مرتب وضعيف تحت العين هذه أستخدمها، أو إذا بسوي كحل، إذا بحط آيلاينر بس مموه اللي كذي يكون شكله بلند هذه أستخدمها تينن. أما هذه ماريل تكنيك، هذه ما أستغنى عنها. هذه تشوفوا شنتفها صغيرة بس ما أستغنى عنها. شو اسمها؟ ما أدري شو اسمها، بس المهم هي تي باكج مع بعض. تي باكج هذا مال العين، تي هذه وهذه ثلاثة كنا مع بعض. المهم انها هي تي هذه باكج وايد حلوة. ممكن هذه تاخذ مكانها البنسل برش اللي توني وريتكم اياها، ممكن تاخذ مكانها بس هذه وايد احبها. هذه دائما احط هايلايت داخل العين، استخدمها حق الهايلايت تحت الحاجب، احط الهايلايت على خشمي وبعدين اسوي هذه النقطة اللي هني كله بهذه الفرشة تينن. وبس هذولي كل الفرش اللي انا استخدمهم كل يوم ما استغنى عنهم. ان شاء الله كان الشرح مفصل واستفدتوا منه. اذا عندكم اي سؤال قولوا لي وان شاء الله راح اجاوب عليكم، واشوفكم بالفيديو الجاي. باي.